الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سوف تكون كلياتنا في هذا الدرس إن شاء الله تحت باب فقهي يقال له باب حكم المرتد. باب حكم المرتد، والمقصود بالمرتد أي الراجع عن الدين، كما قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه، وقال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. فالردة عن الشيء هي الرجوع عنه. وفي باب حكم المرتد جمل كثيرة من الكليات، أطولها عندنا في هذا الدرس الكلية الأولى، تقول هذه الكلية: كل من كفر بعد إسلامه اختياراً، كل من كفر بعد إسلامه اختياراً فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. كل من كفر بعد إسلامه اختياراً فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا من الأحكام المجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا يعرف فيها مخالف من السلف أبدا ولا من بعدهم. وقد حكى الإجماع فيها الإمام الشافعي في كتابه الأم، والإمام القاضي أبو يوسف الحنفي في كتابه الخراج، وكذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار، وكذلك الإمام ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم، وكذلك الإمام ابن قدامة في المغني وابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك الإمام الماوردي في كتابه العظيم الحاوي، وكذلك الإمام البغوي في كتابه العظيم شرح السنة، وكذلك الإمام ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك السبكي في السيف المسلول، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك الطوفي في شرح مختصر الروضة، وكذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار. وأنا حرصت على التكثير من حكايات الإجماع ومن نقلها لأبين أن السلف وأهل العلم متفقون على ما قررته هذه الكلية من وجوب قتل المرتد اختياراً بعد استتابته 3 أيام. وقد دل على ذلك السنة الصحيحة بعد الإجماع، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، وذكر منها: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكرت منها: وكفر بعد إيمان. ومثله أيضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر منها: رجل كفر بعد إسلام. وفي الحديث عن عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى أن علي رضي الله عنه أتي بزنادقة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولكن لأقتلنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من جملة الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضاً أن معاذ بن جبل لما دخل على أبي موسى وقد كان في اليمن،
فوجد عند أبي موسى رجلا موثقا، فقال: من هذا؟ قال: يهودي أسلم ثم تهود. فقال معاذ: والله لا أجلس حتى يقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فأمر به فقتل. وقتل المرتد هو المروي عن جمهور فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، ومعاذ رضي الله عنه، وأبي موسى رضي الله عنه، وابن مسعود، وعائشة، وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعمر بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم يقولون فيها بقول واحد، وهو وجوب قتل المرتد. فهذا يبين لك أن الخلاف الذي يدور في الساحة في هذا الزمان إنما هو خلاف محدث. لما دخلت المدنية الغربية والديمقراطية الشيطانية في ديار المسلمين بسبب المستخرب المسمى زوراً وبهتاناً بالمستعمر، صاروا يتكلمون عن حريات الأديان، وأن كل إنسان له الحق الكامل في أن يختار ما شاء من الأديان، فتأثر بهم بعض علماء المسلمين المتأخرين، وصاروا يقررون بأن هذا من الأحكام التي ثبتت بالسنة الأحادية وليس لها ذكر في القرآن أبداً، وأن الله عز وجل ما فرط في القرآن من شيء، إلى غير ذلك مما تسمعونه بين الفينة والأخرى من الشبهات التي يريدونها على هذا الحد، وهو قتل المرتد. ولكن لعلكم إن شاء الله علمتم بأن هذه الكلية قد دل عليها الإجماع والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة، وكذلك الاعتبار الصحيح يدل عليها، وهي أن من ذاق أعظم لذة في هذا الوجود وسلك أعظم سبل النجاة ثم تخلى عنه اختياراً فلا حق له أن يبقى في هذه الحياة، ولأن لكل نظام احتياطاته التي يحفظ بها كيانه، فكل دولة من الدول لا بد وأن تحيط نظامها ودستورها بشيء أو بهالة من التخويف أو التهديد أو الترهيب الذي يجعل الناس في استقامة في تطبيقه. وهكذا الإسلام في حكم المرتد، فإن الله عز وجل لا يريد الاستخفاف بدينه أبداً ولا السخرية منه، ولا يريد لأحد دخل فيه أن يخرج منه. فالارتداد عن الدين اختياراً نوع سخرية ونوع استهتار بهذا الدين، ولذلك تسمعون أن كل من خرج من هذا الدين لا بد وأن يعيبه بشيء، ويذكر بأنه دين دموي أو دين ديكتاتوري أو دين ليس فيه ديمقراطية ولا استماع الطرف الآخر، وهذا من باب السخرية بالدين التي لا يرضاها الله عز وجل. فكان لزاماً على كل من دخل في الإسلام أن يبقى فيه، ولا يحل له الخروج من باب السياسة الشرعية للمحافظة على مقاصد الدين ومكانته ومقداره. ولأن هذا أعون للداخل فيه ألا يخرج، لأنه إن خرج فسيكون من أهل النار أبد الآباد إن مات مصراً على هذه الردة، والله عز وجل يريد أن نكون في الجنة في جنته لا في ناره. وإن من الناس من لا يحافظ على جوهرة يتملكها ولا نعمة امتن الله عليه بها إلا إذا خوف من مغبة تركها، فإذا خافت نفسه من مغبة الترك بقي ولو مكرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: عجبت إلى قوم يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل الاعتبار الصحيح على ما دلت عليه الأدلة السابقة من الإجماع والسنة وأقوال الصحابة، على أن كل مرتد عن دين الله ردة اختيار فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهنا جمل من الشبهات
التي يريدها من لا خلاق له على هذا الحكم الثابت بالإجماع المتواتر القطعي، وهي شبهات أوهى من بيت العنكبوت، ولكن تعظمها في نفوس البعض أنها وافقت شهوات نفوسهم. وإلا ففي الحقيقة أن باعتبار النقد العلمي والتأصيل الشرعي أنها خواء هواء ليس لها ولا مطلق القوة. فمما قالوه في ذلك أنه من الأحكام التي لم تذكر في القرآن، ويجاب عن ذلك بأن السنة قرينة القرآن في التشريع، وكم من الأحكام التي ثبتت في الإسلام وليس لها ذكر في القرآن أصالة، أو لها ذكر باعتبار الأصل في القرآن وتفاصيل هذا الأصل في السنة. فالسنة دورها مع القرآن ثلاثة أشياء: الأول أنها تقرر أحكاما جديدة، كتقرير حرمة نكاح البنت على عمتها والبنت على خالتها، وكتقرير حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكتقرير حرمة الحمار الأهلي. فإنها تقرير أحكام ابتدائية بالسنة الصحيحة. الثاني أنها تبين مجمل القرآن، فهناك كثير من المجملات القرآنية وضحتها السنة. الثالث أنها تقيد مطلقه وتخصص عمومه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وبناء على ذلك فحكم المرتد وارد باعتبار الأصالة في القرآن، وهو داخل في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه شبهة لا ننظر لها بعين الاعتبار أبدا. ومن الشبه أيضا أنه من أحاديث الآحاد، والجواب عن هذه الشبهة بأن تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر تقسيم قبول ورد، هذا من البدع في الإسلام، فإنه لا يحفظ كلمة واحدة عن الصحابة ولا أتباعهم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه أوقف قبول شيء من السنة الصحيحة على كونها متواترة أو آحاد. وإنما أهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمون السنة إلى متواترة وآحاد باعتبار معرفة الطريق في باب الترجيح فقط. وأما تقسيمها إلى متواترة وآحاد باعتبار القبول والرد فإنه من الأقوال المبتدعة المحدثة في دين الله وشريعته. وأول من قال بها المعتزلة الأوباش، عليهم من الله ما يستحقون. والمتقرر في القواعد أن خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقة بغض النظر عن موضوعه، أفي عقيدة أو في شريعة، أفي حد أو في عبادة أو في معاملة. فمتى ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب قبول مدلوله واعتماده وتحرم مخالفته. هذا إن سلمنا أن الحديث أصلاً حديث آحاد، وإلا فالقول الصحيح أنه من الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شبهة واهية. ومن الشبه أيضاً قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين مع أنهم مرتدون في عهده بالوحي، فلو كان قتل المرتد من الواجبات لا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين،
فإنهم كفار باعتبار الباطن. وقد أوحى الله عز وجل بجمل من أسماء المنافقين في عهده له صلى الله عليه وسلم، فمع ثبوت ردتهم فلماذا لا يقيم عليهم الحد؟ الجواب: لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المنافقين لأن كفرهم كان كفر باطن لا كفر ظاهر، فإذا أقام الحد على المنافقين أمام الناس مع أنهم لم يكن يظهر منهم إلا الصلاة والزكاة والجهاد معه لقال الناس إن محمداً يقتل أصحابه. ولذلك فإن حد الردة لا يقام على من كفره كفر باطن، ولكن من أعلنها كفر ظاهر صراحة جهارا اختيارا فهذا هو الذي نتكلم عنه في هذا الباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلل قتل المنافقين بقوله: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافقين عند الناس أنهم من جملة الصحابة إذ لم يظهر منهم كفر، وإن كان قد ظهر من بعضهم بعض القرائن التي تدل على خبث قلبه ونفاق جنانه، إلا أنها لم تكن موجبة لقتله. فهذه حجة أوهى من خيط العنكبوت قد أجبنا عنها. ومن شبههم أيضا قالوا بأن حد الردة معارض لآيات القرآن. قلنا: وأي آيات يعارضها؟ قالوا: يعارض قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فإن حقيقة قتل المرتد إكراه في الدين، والله عز وجل نفى أن نكره أحدا على الدخول في الإسلام أو البقاء فيه، فمن أراد أن يدخل في الدين اختيارا فله ذلك، ومن أراد أن يخرج منه اختيارا فله ذلك. قلنا: بئس ما فهمتموه، فإن الآية إنما تتكلم عن حكم الدخول ابتداء، وأما أحاديث قتل المرتد فإنها تتكلم عن حكم خروجه انتهاء. فالجمع بين هذه الآية وأحاديث المرتد هو الجمع بينهما باختلاف الحال، فلا إكراه في الدين باعتبار أصل الدخول، فنحن لا نقتل أحداً إذا لم يدخل في الإسلام أبداً، بل ونقره على كفره الأصلي بشرطه المذكور في غير هذا الموضع. ولذلك لم يكن أهل الإسلام يكرهون نصرانياً على الدخول في الإسلام، ولا يهودياً على الدخول في الإسلام، ولا وثنياً على الدخول في الإسلام، ولا مجوسياً على الدخول في الإسلام أبداً، لأنه لا إكراه في الدين أي باعتبار أصل الدخول. ولكن إذا نطق بالشهادتين ودخل فإننا لا نجيز له الخروج، وإذا خرج اختياراً وجب عليه القتل. فالآية لا تتكلم عن حكم الخروج وإنما تتكلم عن حكمه دخولاً، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فلا تعارض أبداً بين الآية وبين الأحاديث في قتل المرتد. قالوا: إن هذا الحد يتعارض مع قول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، ولم يقل فاقتلوهم، فلو كان قتل المرتد واجبا لبينه الله عز وجل في آية تتكلم عن بيان أحكام المرتد، فلما لم يبينه دل على أنه ليس من الدين. قلنا: بل كلامكم هذا هو الذي ليس من الدين، فإن بين الآية والحديث تكاملا عجيبا، لأن المرتد له حكمان: حكم باعتبار هذه الدنيا وما يجب عليه فيها، وحكم باعتبار الآخرة وما سيصيبه فيها. فالآية تتكلم عن حكم المرتد باعتبار الحكم الأخروي، وأنه مستحق الدخول النار والخلود الأبدي فيها. وأما الحديث فإنه يتكلم عن
ما يجب على المرتد في الدنيا وهو وجوب استتابته ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. فآية تتكلم عن حكمه في الآخرة ونص يتكلم عن حكمه في الدنيا، فهذا تكامل وليس تعارضا، وليس تعارضا. قالوا إن حكم المرتد أيضا يتعارض مع آية ثالثة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ولم يقل فاقتلوهم. والجواب عن هذا الإشكال هو بعينه الجواب عن الآية التي قبلها، فإن الآية إنما تتكلم عن حكمه في الآخرة، أنه ليس محطا للمغفرة عند الله عز وجل، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الحديث فإنه لا يتكلم عن حكم المرتد في الآخرة، وإنما يتكلم عن ما يجب عليه في هذه الدنيا. وهذا كله يدلك على أن بين السنة والقرآن تكاملا عجيبا في بيان الأحكام، في بيان الأحكام. وبالجملة فإن كل شبهة يريدونها فليس لها حظ من النظر أبدا. ثم أضف إلى هذا أن ما يريدونه من الشبه إنما يورد إنما يوجب التشابه، والأدلة والإجماع الذي ذكرناه محكم قطعي الدلالة يقيني المعنى، فلو كانوا من الراسخين في العلم لقالوا آمنا به كل من عند ربنا، لأن الواجب بإجماع العلماء رد المتشابه إلى المحكم وقطع المحتمل بالصريح القطعي اليقيني. ولكن لما كانوا من أهل الزيغ الذين يريدون فترة الناس عن دينهم اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإن قلت عرفنا أن الرجل المرتد يقتل إجماعاً، ولكن هل تقتل المرأة أيضاً إذا ارتدت؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية، وجماهير أهل العلم على أنها تقتل، خلافاً لبعض الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة، فإنهم قالوا تحبس الحبس الطويل وتعزر التعزير البليغ الشديد ولكن لا تقتل. ولكن القول الحق هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب قتل المرأة إذا ارتدت ردة اختيار. فإن قلت ولماذا رجحت هذا القول؟ فأقول: لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع العموم، والمتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولأن المتقرر في القواعد أنه إن اتفقت العلل اتفقت الأحكام وإن اختلفت العلل اختلفت الأحكام. والعلة في قتل الرجل ليس لرجولته وإنما لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل، وهذا وصف، ثم قال: فاقتلوه، وهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في القواعد أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، فعلة الأمر بالقتل هي الردة وليست
الرجولة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل، فقوله من هذه شرطية، والمتقرر في القواعد أن أدوات الشرط تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل من بدل دينه فاقتلوه. ولأننا إنما نقتل الرجل لأنه بدل دينه، فإذا اتفقت المرأة معه في هذه العلة فلا بد لزاما أن تتفق معه في الحكم، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا شأن لنا برجولة ولا بأنوثة في تطبيق هذا الحكم، وإنما علته الأصيلة الوحيدة هي تبديل الدين اختيارا، فكل من بدل دينه اختيارا فإننا نستتيبه 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. فإن قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن قتل النساء، فنقول لا بد أن تفرق بين قتلها إذا ارتدت وقتلها في باب الجهاد، فإن المرأة في أبواب الجهاد لا تقتل ابتداء، ولكن إن قتلت تبعا فلا بأس ما لم يكن لها دور في القتال أو رأي حكيم فيه. وإنما ونحن الآن إنما نبحث في حكمها فيما لو ارتدت، فنحن في باب الردة ولسنا في باب الجهاد. فالنهي عن قتل المرأة إنما هو في ذلك الباب، وأما نحن فنتكلم عن شيء آخر لا يتعلق بذاك الباب. ولو سلمنا جدلا بما قالوه، فلماذا تقتلونها إذا قتلت امرأة أخرى؟ أولا تستدلون على النهي عن قتلها بالنهي عن قتل النساء؟ ولماذا تقتلونها بالرجم إذا زنت؟ فالأحكام تختلف باختلاف الأبواب، فكل باب له ما يناسبه من الأحكام، فلا نخلط بينهما. فإن قلت ولماذا قلت في الكلية اختيارا؟ فأقول لأن المتقرر في القواعد أن الإكراه رافع للتكليف، فكل من كان كفره كفر اختيار ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان فإن حكم كفره لا ينطبق عليه، لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا بد من شرط الإرادة والاختيار في تنفيذ حكم المرتد. فإن قلت وهل تتعدد أيام استتابته في قولك فيستتاب؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح عندي أنه راجع إلى اختيار الإمام فيما يراه من المصلحة والمنفعة للإسلام وللدولة الإسلامية وللمسلمين. فإن رأى استتابته مرة فله ذلك، أو مرتين فله ذلك، أو 3 مرات فله ذلك، وإن جمع 3 في يوم فله ذلك، أو في يومين فله ذلك، أو في 3 أيام فله ذلك. وإن رأى من المرتد مخايل التوبة ولكن بقي عنده شيء من الشبهة فإن زاد في أيام استتابته فله ذلك، لأن إصلاحه خير من قتله إذا ظهرت منه مخايل القبول والاستعداد للرجعة. فإن قلت وما نوع القتل في قولك في الكلية وإلا قتل؟ هل تقصد به قتل حد أو قتل تعزير أو قتل ردة؟ الجواب نقصد به قتل الردة، وقتل الردة حد من جملة الحدود،
بمعنى أننا نعامله بعد قتله مرتدا كما نعامل سائر الكفار، فهو يقتل مرتدا كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، أي لا يرثه ورثته من أهل الإسلام، والله أعلم. الكلية الثانية: كل أعمال المرتد موقوفة على عودته من بقائه أو من إصراره، كل أعمال المرتد موقوفة على عودته أو إصراره، كل أعمال المرتد موقوفة على عودته أو إصراره، واضح؟ وهذا يبين لنا مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي مسألة تخص أعمال المرتد السابقة، فهل تحبط أعماله بمجرد ردته، أم أن أعماله تكون موقوفة على موته على ردته؟ على قولين لأهل العلم، والأصح منهما هو القول الثاني، وهي أن أعمال المرتد موقوفة صحة وبطلانا على أمرين: على عودته أو إصراره، فإن عاد فإننا نحكم عليها بصحتها وعدم بطلانها، وإن أصر حتى مات على ردته فإننا نحكم على أعماله السابقة ببطلانها لا بصحتها. وبناء على ذلك فلا يجب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام أن يحج حجة قد حجها قبل ردته، أو يقضي صلاة قد صلاها قبل ردته، أو يقضي زكاة قد زكاها قبل ردته، أو يقضي عمرة قد اعتمرها قبل ردته، بل ولأصح أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل بمجرد الردة ثم العودة، فإن من أسلم ووصف بوصف الصحبة قد ارتد على عقبيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجع إلى الإسلام كعبد الله بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكمن منع الزكاة في عهد أبي بكر ثم تاب ورجع من الأعراب ومن أصحاب الأمصار المجاورة للمدينة. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وإن تخللت ردة في الأصح، لأن ردته لا تبطل صحبته إذا عاد إلى الإسلام قبل موته. فإن قلت: وكيف نفعل بقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، فعلق الحبوط بمجرد الإشراك، نقول: هذا من المطلقات التي قيدها قول الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فزاد الله عز وجل في هذه الآية قيدا على الآية الأولى، وهي الموت على الكفر، فمن مات على الكفر فقد حبط عمله. ويفهم منها أن من ارتد عن الدين ثم عاد إليه قبل موته فإن أعماله باقية لا توصف بالحبوط، وهذا من باب مفهوم المخالفة، والمتقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم المخالفة حجة. الكلية التي بعدها: كل ما فات من التعبدات، كل ما فات المرتد، كل ما فات المرتد من التعبدات المؤقتة فلا يجب عليه قضاؤها إن رجع إلى الإسلام.
كل ما فات المرتد من التعبدات المؤقتة أي زمن ردته فلا يجب عليه قضاؤها إذا رجع إلى الإسلام. هذه الكلية تبين لك بابا من أبواب رحمة الله عز وجل بعباده إذا دخلوا في دينه، وهي أن الإنسان إذا فاته شيء من التعبدات حال ردته فإنه متى ما رجع إلى الإسلام فإننا نطبق عليه قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ونطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. فقول الله عز وجل قل للذين كفروا لفظ عام، لأن الذين اسم موصول، والمتقرر في القواعد أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل من كان موصوفا بالكفر أصليا كان كفره أو كفر ردة، ومن قصرها على من كان كفره كفر أصالة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن المتقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام يهدم ما كان قبله يدخل في ذلك أي في ذلك العموم إسلام عن كفر أصالة وإسلام عن كفر ردة، فإن الإسلام بعد كفر الأصالة يقال له إسلام، والإسلام بعد كفر الردة يقال له إسلام، وفي الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فدخول الألف واللام على الإسلام توجب دخول الإسلامين سواء الإسلام عن كفر الردة أو الإسلام عن كفر الأصالة. ومن خصها بالإسلام عن كفر الأصالة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن الواجب في اللفظ العام بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص. ولأن المتقرر في القواعد أن القياس الأولوي حجة، فإذا كان من كان كفره كفر أصالة موعود، فإذا كان من كان كفره انتبهوا كفر أصالة موعود بالمغفرة، فمن كان كفره كفر ردة أولى بهذا الوعد، وهذا قياس أولوي، والقياس الأولوي حجة. ولأن المقصود هو التخفيف والتيسير، فإن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، فمن باب ترغيبه في الرجوع مرة أخرى إلى الإسلام الذي خرج منه، نقول له بأنه لا يجب عليك قضاء الصلوات التي فاتت تلك السنوات في زمن ردتك، ولا قضاء الزكوات التي فاتت في زمن ردتك، ولا يجب عليك من التعبدات المؤقتة التي فاتت زمن الردة شيء من ذلك، لأنها تقع بعد إسلامك مغفورة تخفيفا وتيسيرا عليك من الله عز وجل. وهذا قول بعض أهل العلم، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. الكلية الرابعة: كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وهذا ابتداء الكليات التي توجب كفر صاحبها، ومن أوائلها جحد المعلوم من الدين بالضرورة، وذلك لأن هناك من تشريعات الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى
اتفق على العلم به الصغار والكبار والذكور والإناث والعلماء والعوام، فلم يعد من العلم المقصور على طائفة دون أخرى، أو في زمان دون زمان. فلا تزال أجيال الأمة المتأخرة تتوارثه من أجيال الأمة المتقدمة خالفاً عن سالف من غير نكير، وقد وقع عليه الإجماع. فليس محطاً للعذر مطلقاً، فمتى ما أنكر الإنسان شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يخرج من دائرة الإسلام بالكلية، وهذه الكلية قد دل عليها الإجماع، لأن جحود الشيء القطعي المتواتر تكذيب له، وتكذيب القطعي المتواتر كفر. فمن أنكر واجباً من الواجبات الظاهرة المتواترة فقد كفر، ومن أنكر محرماً من المحرمات الظاهرة المتواترة فقد كفر، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو فرضية الزكاة، أو فرضية الصوم، أو فرضية الحج، أو أنكر تحريم الزنا، أو تحريم شرب الخمر، أو تحريم الربا، أو تحريم السرقة، أو حرم النكاح، أو جحد من ثبتت نبوته قطعاً بالنص، أو ادعى في نفسه النبوة، أو صدق من ادعاها، أو كذب بعالم الملائكة، أو كذب باليوم الآخر، أو ما تواتر في الأدلة من جزئيات حقائقه بعد العلم بها، أو جحد البعث، أو امتهن القرآن واحتقره بقول أو فعل، أو أنكر الإسلام، أو أجاز التدين بدين غيره، أو كذب بالكتب، ونحو ذلك من الأمور القطعية المتواترة، فإننا مباشرة نحكم عليه بأنه مرتد، ونطبق عليه أحكام المرتد، فيستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل. الكلية التي بعدها: كل من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ويتوكل عليهم ويدعوهم من دون الله كفر إجماعاً. كل من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ويتوكل عليهم ويدعوهم كفر إجماعاً. وهذا أصل دين المشركين الذي نزلت الرسل الذي نزلت الكتب وجاءت الرسل بالتحذير منه وبإبطاله، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد كانوا يعتقدون أن هذه الوسائط فيما بينهم وبين الله تقربهم إلى الله زلفى، فصاروا يصرفون لها أنواع التعبدات والقرب، ويدعونها في كشف المدلهمات، ويستغيثونها في طلب الحاجات، ويسألونها المدد، اعتقادا منهم عدم أحقيتهم الوصول إلى الله عز وجل إلا بهذه الواسطة. فكل من فعل ذلك أو اعتقده فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وصار مرتداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل. الكلية التي بعدها، وأنا سأختصر في كليات النواقض لأن لنا كتاب اسمه شرح نواقض الإسلام: كل من استهزأ بالله أو برسوله
أو آياته أو بشيء من متعلقات الدين الثابتة فقد كفر. كل من استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته أو بشيء من متعلقات الدين الثابتة فقد كفر، وهذا بالإجماع، لقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من سب الله عز وجل أو سب دينه أو سب كتابه أو سب شيئا من شريعة الله أو جعل شيئا من ذلك محطا للسخرية والفكاهة والنكت والاستهزاء فإنه يعتبر كافرا بالإجماع، خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. الكلية التي بعدها: كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد كفر، وهذا بالإجماع أيضا. فمن دعا غير الله عز وجل دعاء عبادة فقد كفر، ومن دعا غير الله عز وجل دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد كفر، ومن استعان أو استغاث أو استعاذ بغير الله عز وجل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد كفر، ومن ذبح لغير الله عز وجل ذبح تقرب وتعظيم فقد كفر، ومن سجد لغير الله عز وجل سجود تعبد وتعظيم فقد كفر، وكذلك من ركع لغير الله عز وجل فقد كفر، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا هو حقيقة الشرك، وهي مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، المساواة المطلقة، وهي موجبة لحبوط العمل بشرطه، لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل من صرف تعبدا ثابتا في الشرع لغير الله عز وجل فإنه يعتبر مرتدا، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. الكلية التي بعدها: كل من أبغض شيئا من الدين بغض تشريع فقد كفر، كل من أبغض شيئا من الدين بغض تشريع فقد كفر، وهذا أصل كفر المنافقين، فإن المنافقين قد اتفقوا على بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على أن من أبغض شيئاً مما جاء به الشرع بغض تشريع فإنه كافر، لقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهذا من عظم بغض قلوبهم لما نزل من الوحي. فإن قلت: ولماذا قلت في الكلية بغض تشريع؟ أقول: حتى يخرج كراهية الطبع أو الغيرة، فإن بعض الشرائع يقوم الإنسان بها مع عدم ميل قلبه لها، لا لأنه يبغضها بغض تشريع ويتمنى أنها لو لم تشرع، ولكنه يجد في طبعه ثقلاً في تطبيقها فقط، كقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس كراهة تشريع وإنما كراهة طبع، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ
الوضوء على المكاره، يعني في الزمان أو الوقت الذي تكرهون هذا الإسباغ، ليس كراهية تشريع وإنما كراهية طبع. وأظنك لا تسأل امرأة عن حكم التعدد زوجها إلا وتخبر بأنها تكرهه، إلا أنها كراهية فطرة وطبع وغيرة، وليست بغضة تشريع. فلا بد من تقييد هذه الكلية بقولنا بغض تشريع. ومن الكليات أيضا كل من اعتقد تأثير السببية بذاتها فقد كفر. ترى هذه الكليات قد نثر الفقهاء فروعها في باب حكم المرتد، وأنا أحاول أن أجمع هذه الفروع وأدخلها تحت كلياتها. كل من اعتقد تأثير السببية بذاتها فقد كفر. أقول وبالله التوفيق، لأن مذهب أهل السنة والجماعة في باب السببية أنها مؤثرة لا بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل تأثيرها. فإذا أراد الله عز وجل سلب السببية عن أثرها فإنه قادر على ذلك القدرة الكاملة. فالنار لا تحرق بذاتها، ولكن إذا أراد الله أن تكون محرقة، بدليل أن النار العظيمة التي ألقي فيها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تحرقه، لأن الله عز وجل سلب أثرها. فلو كانت النار محرقة بذاتها لأحرقت إبراهيم. ولا نزال نرى الأسباب تتواتر علينا ولكن لا نرى آثارها. فقد يوجد الجماع بين الزوجين ولا ينعقد الولد، وقد يوجد السحاب ولا يوجد المطر، وقد يوجد المطر ولا يوجد النبات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وبناء على ذلك فمن جملة معتقدات أهل الشرك والوثنية تأثير السببية بذاتها، يعني أن السبب هو الذي يخلق أثره ويوجده بذاته. وقد جعل الشارع هذا من الكفر. وبناء على ذلك فمن اعتقد أن التميمة التي يعلقها هي المؤثرة في جلب الخير أو دفع الشر بذاتها فقد كفر الكفر الأكبر. ومن اعتقد أن الطيرة مؤثرة بذاتها فهي التي جلبت له الشر بذاتها وهي التي خلقته وقدرته بذاتها فهذا من الشرك الأكبر. ومن اعتقد تأثير الكواكب في حوادث الأرض بذاتها فقد كفر، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث في الصحيحين وسيأتينا ذكره بعد قليل إن شاء الله إن تيسر الأمر. ومن اعتقد تأثير البركة بذاتها فقد كفر، ومن اعتقد تأثير الرقية في الشفاء بذاتها فقد كفر. ويجمع ذلك أن السببية لا تفضي إلى أثرها بذاتها، بل بإرادة الله عز وجل لهذا الأثر. فلو أراد الله الأثر لأوجده استقلالا بلا سببية، ولو أرى كما أوجد آدم من غير أب ولا أم، وأوجد حواء من أب بلا أم، وأوجد عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، كما قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي القياس الأولوي. فالذي قدر على أن يوجد آدم من غير سبق مثال سابق لا أب ولا أم فهو قادر القدرة المطلقة على أن يوجد من له أحد المثالين وهو الأم بلا أب. وإذا أراد الله أن توجد السببية ويسلب أثرها فهو قادر على ذلك القدرة التامة، والله أعلم. ومن الكليات أيضا
كل كفر ورد في الأدلة منكراً فيراد به الأصغر، فيراد به الأصغر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي الكفر الأصغر، لأن قتل المؤمن للمؤمن كبيرة من الكبائر وليست كفرا أكبر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، فظن الصحابة أن المراد به الكفر الأكبر، فقالوا: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. فبما أن الكفر ورد منكرا فيراد به الأصغر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، فقد كفر، والمراد به الكفر الأصغر. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر، أي انتسب لغير أبيه فقد كفر. فبما أنه من الكفر المنكر فيراد به الكفر الأصغر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي الكفر الأصغر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، والمراد به الكفر الأصغر، لأنه ورد منكرا غير مقرون بالألف واللام التعريفية. فإن قلت: وكيف تقول في الكفر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ فأقول: يراد به الكفر الأصغر. فإن قلت: وكيف تقول المراد به الكفر الأصغر وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر، أو قال: الشرك ترك الصلاة، فذكر الكفر هنا معرفا، فنقول: يراد به في هذا الحديث الكفر الأكبر. فدل ذلك من باب الجمع بين هذه الأحاديث أن تارك الصلاة على حالتين: إما أن يكون موصوفاً بالكفر الأكبر، وهذا في حالة ما إذا تركها الترك الدائم المطلق المستمر حتى يموت، وإما أن يتركها مطلق الترك، بمعنى أن يصلي أحياناً ويترك أحياناً، فهذا كافر الكفر الأصغر، فصدق عليه أنه الكفر الأكبر في حالة الترك المطلق، وصدق عليه أنه الكفر الأصغر في حالة مطلق الترك، مطلق الترك. والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.